بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معاكم استاذ وليد المعداوي من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، ونبدا نعمل السين رقم 3 في الشوط الاول. السين رقم 3 لما اشوفه من خلال الشوط 1 فيديو، هبص الاقيه بادئ من 238 مثلا يعني، ومنتهي عند 327. طبعا لما احنا اتعلمنا من خلال الكام محاضر اللي فاتوا دول، انا اول حاجه ببداها او بعملها اني بشوف البدايه والنهايه. فانا هنا عملت ملف جديد اسمه شوت 1 ماينس 3 اللي هو سين 3، وهبدا اعمل هنا 237 وهينتهي عند اعتقد 300 327. دي المساحة اللي هشتغل فيها. تمام، هنعمل اول بوزيشن للطيارة هتكون بالشكل ده، طبعا بصرف النظر عن الباك جراوند. تمام، خلينا بقى نشوف الطيارة بدايتها فين ونهايتها فين. خلينا نبدأ من سن 36. هاجي اظبط بقى الطيارة عشان انزل الكاميرا بتاعتي. هاجي من نال اوبجكت، او امسك الطيارة نفسها، هتكون بالشكل ده، وبعدين الفها شوية كده. تقريبا نفس الأبعاد. تمام، دي هتكون البداية بتاعتنا. الطيارة نفسها هنزل عليها كي فريم. اوكي، روتيشن، اشغل الروتيشن معايا عشان يسجل مفاتيح حركة معايا. انسيرت كي، واجي اشوف عدلت نفسها عدلة بسيطة قوي وطلعت فوق. طيب تمام، هنيجي بقى على الروتيشن وارجع اجي اروح عدل الطيارة كده.
تقريبا نفس الأبعاد. واجي اروح مطلعها فوق، يبقى كده شوية. اوكي، وهقول له انسرت كي فريم. بص الاقي الطيارة دي حركتها، هاجي كليك يمين شو اف كيرفز، هتلاقي الموضوع ده كده. هنشوف مع بعض ايه اللي لازمه وايه اللي ملوش لازمه. تمام، عندنا في اول فريم تقف على الفريم اللي انت عامل عليه كي، هبص لي اكس واي وزد في البوزيشن. انا ما عنديش اي اكس ولا واي ولا زد خالص، متحركتش من مكانها، فباجي هشيل كل الكي فريمز دي، ملهاش لازمة معايا، هيكون في روتيشن بس. تمام، هنا لو انت ملاحظ معانا، لو جيت عملت كده هتلاقي حركتها بطيئة، بدأت تبقى سريعة شوية وتنزل بطيئة. تمام، ممكن نعملها، نختار الفريم ده ونيجي نطلع فوق بالهاندلر ده كده. عشان تكون حركتها، مش عايزها انا بطيئة في حتت وسريعة في حتت، لا انا عايزها ماشية سموز شوية، اخليها بالطريقة دي. ناخد البوزيشن تاني ده، اخليه كده، وزد خليه كده. الهاندلر ده هدوس شيفت وامسك اللي على اليمين واطلعه فوق علشان ما ينزلش تحت الخط المنقط ده، عشان ما ترجعش. يعني في الحركة كانت في الطيارة فيها راجعة كده بسيطة لما كانت بتشتغل. لو انا بص انا عملتها كده، مش عارف انت لاحظتها معايا ولا لا. لو انت شايف هنا الكيرف ده نازل تحت الخط المنقط، فاذا بقيت الحركة ماشية كده وراحت الطيارة راحت راجعة شوية ورا وبعدين راحت طالعة قدام. يعني انا لو جيت كده دقق معايا كويس، هتبص تلاقيها طلعت فوق بعدين نزلت تحت شوية. هنزل لك تحت شوية كمان عشان اللي مش واخد على الانيميشن وقوة الملاحظة يبان برضه معاه. ونزلت تحت مع انت طلعت فوق، يعني اتعوجت كده لوحدها ونزلت اهي. انا مش عايز دي، انا عايزها ما تنزلش تحت الخط، فاخلي الهاندلر ده بسوى الخط عشان ده يطلع فوق. وتعال نجرب كمان، ما اعتقدش ان هو هيحتاج تعديل يعني اكتر من كده، يعني نخليها سموز اكتر. ماشي، اوكي، ده بالنسبة للاف كيرفز. وبالنسبة للكي فريمات،
ليه؟ طبعا ابعاد الطياره نفسها، الطياره اللي موجوده في الفيلم نفسه مختلفه شويه، تمام. فيعني نحاول برضو نراعي دي في النسب. ده اخر فريم، الطياره فوق شويه، هنمسك البلين ونقوله طلعها لي فوق. جابها كده شوية، كنترول زد، اطفي الروتيشن ده احسن طالما انت هتطلعها فوق شوية كده، دخلها كده، فهتخلينا على البوزيشن. بس نعمل كي، والوضع الاولاني طبعا باظ شوية. روتيت، تقريبا هيكون كده. نفتح الروتيشن، نقول له سيرت كي، كليك يمين، برضو نبص على الاف كيرفس، هنلاقي بالمنظر ده. هنمسك، هنقول له ليش اللي خلاص، احنا عرفنا بقى. هنشيل الاكس والواي والزد بشيفت، تختار كله وبعدين ديليت. احنا في اول فريم ولا فين؟ في اول فريم. بعدين تبدأ تعمل ريفاين للحركة، هنشوف الزد كده. اختار الاتنين وحط عليهم دول، امسك الشيفت وانزل بالهاندلر، الهاندلر ده شوية، هيكون القوس بالشكل ده. هناخد الفريم الأخير ونبص عليه برضه. شفت، هنزل شوية، طب نشوف كده لو عملناها بالطريقة دي. امسك ده وطلعه فوق، حاجة بسيطة عشان اعمل ريفاين للحركة وهو رايح على الفريم الاخير.
سيف. خلينا بقى نشوف حتة الكاميرا هنمشيها ازاي مع الطيارة. هاجي هنا واقول له انسيرت كاميرا، تمام. همسك البين واروح قايل له شغل الكاميرا بالطريقة دي. الكاميرا دي هنروح جاي كليك يمين عليها سينما 4D تاكس، واقول له تارجت. التارجت بتاعي هيكون البلين. هطفي بقى الكاميرا دي واشوف الفيو بورتس عشان ابدا اظبط الكاميرا بتاعتي. لو جيت هنا بقى شغلت الكاميرا هيبقى عندي بالشكل ده. تعال بقى نظبط وضع الكاميرا نفسها. هنقول دي هنخليها برسبكتيف، نجيب بقى الكاميرا بتاعتنا كده ونشوف اول فريم. اول فريم هيبقى الكاميرا كده بالشكل ده. مش هتديني النتيجة اللي أنا عايزها. لا مش مديني النتيجة اللي أنا عايزها عشان هي واخدة التارجت بتاع الكاميرا. خلاص مش مشكلة، هنمسح الكاميرا دي. كويس إن المشكلة دي حصلت برضه عشان نبقى فاهمين. هنعمل كاميرا تارجت كاميرا عادي. تمام. ونشوف التارجت فين. نقول التارجت هنا. نشغل الكاميرا. هنبص الاقيها هي من فوق. انا عايز انزل الكاميرا تحت. همسك الكاميرا نفسها وانزل بيها تحت وهقرب بيها على الطيارة. هي دي النتيجة اللي انا عايزها. هتبقى كده. بي ابدا اظبط بقى الزاويه بتاعتها. انا شايف ان بوز الطياره او النص الاولاني بتاعها في الحته دي، الحته اللي على الشمال دي. فهجيبها كده اوكي. هنيجي بقى ونقول له نقفل ده. نقول له تعالى لي على اول فريم واقول له انسرت كي فريم. باجي على الاخر، على الاخير خالص وكده.
نشوف برضو. طب بالشكل ده لاحظت ان الكاميرا بعدت شوية لورا. يمكن طلعت فوق شوية. فوق كمان ونبدأ نظبط بعد كده التارجت كاميرا انسيرت. هنمسك بقى التارجت بتاعنا نشوف الفريم الأخير برضه عشان احنا عليه. التارجت ده نزل أو طلع شوية. انسرت كي فريم، هاجي على الاولانيه خالص الفريم الاخير الاولاني ونبدأ نعدل فيه بحيث يكون هيكون كده insert keyframe. كده بدأت تبان، مديها بعد شوية. خليك على تارجت كاميرا واعمل كليك يمين وقول له show if curves، هتبص تلاقيها ماشي. هاتت الكاميرا نفسها ولو عملت هنا شو اف كيرفز هبص تلاقي الفيو بورت هنا اتغيرت تمام، لانك انت فين على الكاميرا نفسها. مش خلاص انا مش هعدل على الكاميرا ولا حاجة خلاص، انا اعتقد انا كده خلصت معظم الحركات. فاضل بس اعمل شوية عشوائية في ان الكاميرا تطلع فوق وتحت عشان تدي ان انت كأنك في الهواء. امسك الكاميرا كده واتأكد برضو اشوف عند الفريم ايه اللي حصل فوق تحت. هو كل ده يخلص بالكومبوستنج بقى، يعني حتة زي ما تكون في رعشة كده فوق وتحت بسيطة للباك جراوند تمام، أو لشكل الطيارة ممكن تخلص بالكومبوستنج. بس خلينا برضو نطلع بأقصى استفادة من التحريك. وانت شايف هنا، هنا كانت الطيارة مكانها. لاحظ الفرق بين الحتة دي بالظبط. هتبص تلاقي هنا عند 240 لحد الفريم 251 الطيارة قلت المسافة دي، يعني الطيارة طلعت شوية فوق. هناخد ال 240 دي بقى ممكن تحصل تتعمل بالكاميرا عادي او تتعمل بالطيارة مفيش مشكلة. خلينا ما نمسك الطيارة شوية عند ال 240. طبعا احنا في البوزيشن هتقول له انسيرت كي. عند ال 251 هتطلع فوق شوية
وتقول له انسرت كي، تاني ندقق لكن وصلنا ل 251. من 251 المسافة سبتت شوية، هنا بدأت تقل من 258 أو تزيد المسافة اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم على الحتة دي. ل 275، 258 انسيرت كي، 275 هتنزل الطيارة شوية، انسيرت كي. لو جيت عملت بلاي الطلعة هنا في 250 كبيرة، طلعت مسافة كبيرة شوية، أنا هقللها شوية وهنزل عليها كده. اوكي، نفس الطريقة 275 نزلت قوي، ممكن اعمل تيرن اون بقى اوتو كي، طلع فوق سنة صغيرة عشان بس ما تنزلش مرة واحدة كده. ماشي، نفتح ال اف كيرفس، خلينا نفتحه في الاخر بعد ما خلص الحركة كلها. هنمشي برضو، احنا وصلنا ل 275، المسافة قلت شوية لحد 283، المسافة اللي فوق اطلع فوق سنة صغيرة، بعد المسافة كبرت لحد الفريم 295، المسافة برضو اللي فوق دي بنزل سنة بسيطة خالص. احنا واقفين فين؟ عند 295. بدأت تقل شوية، لا المسافة ثابتة لحد نشوف فين، لحد هنا 315، 315 هنزل نفس الكي فريم ده عشان تاخد لي نفس الاحداثيات بالظبط. فاعمل كوبي واجي هنا هقول له بيست، المسافة ضيقت سنة صغيرة قوي لحد الفريم ده اللي هو الأخير، هطلع حاجة بسيطة قوي بس مش عايز أكتر من كده. هقفل بقى الأوتو كي وأعمل بلاي،
لو انت بتطبق معايا ماشي خطوة خطوة، هتحس ان الطيارة شوية بطيئة في طلعات وسريعة في طلعات. خلينا نشوف الاف كيرفز. كليك يمين شو اف كيرفز. طب احنا مش عايزين الروتيشن ده خالص، فاحنا هنيجي على اف كيرفز ونقول له شيل لي بقى الشو اول دي، نقفل دي خلاص. احنا شغالين على دول. لو انت شايف الموضوع يعني صعب شوية لان المسافات بسيطة، مسافات بسيطة جدا. لو جيت، لو انا جيت انا ماسك، لا انا عايز على المحور واي عشان انا كان كلامي كله على المحور واي. محور واي هنا لو انا جيت مثلا وقلت له اعمله لي كده، وجيت قلت ليه لا هاخد دي بحيث ان يبقى فلات كله، وهاجي عند فريمات معينة وهاجي ابدأ اعمل لها ريفاين. انا ملاحظ المسافة بين ده وده، ده كده المسافة دي الطيارة فيها نقطة سرعة شوية. نأكد برضو هنخلينا ده، هنقول له اظهر لي بالهاندلر بتاعك. لو خليناها مثلا كده برضو زيهم، لا هنخليها دي. اوكي محتاجين برضو نظبط برضو الحركة شوية. شايف ان الفريم ده ممكن نشيله احسن كتير، ممكن هو ده اللي كان بوظ الحركة شوية. ليه؟ لا انا هاجي بقى على الفريم ده وهاجي هعمل هطلع دي فوق شوية انسيرت. وده فوق سنة عشان ميبقاش فيه السرعة دي. اوكي بلاي. ده هنزله شوية صغيرة. وده ما عملتش كي. اوتو كي. نطلع فوق سنة. كده تمام.
هنيجي على الكاميرا بتاعتنا ونيجي نظهر الفيو بوردز. هنبعد الكاميرا شوية في آخر الفريم ده. طبعا أنا ضغط على الأوتو كي فمسجل الحركة أول ما حركت. تمام كده الحركة خلصت. من حيث حركة الطيارة مع حركة الكاميرا وكده ممكن ارندر عادي، ما فيش اي مشكلة، وابدا ادخل خلفية بقى على كومبوستنج وابدا اظبط الفاينل بروجكت بتاعي. هبدا بعد كده هرندر كل واحدة في دول حسب بقى الكواليتي اللي انت عايزها، طالما اتش دي او لو انت شغال على التلفزيون المصري، لو انت هتعرضها على الويب، شوف انت عايز ايه وابدا رندر عادي خالص. بعد ما بترندر بتاخد كل دول سيكونس، قول سين 1 مثلا ان كانوا مثلا 20 صورة ولا 50 صورة، بتاخدهم وتحطهم في نيو كومبوزيشن على الافتر، وتبدأ تحط كل واحدة فلير بقى. وانتوا يعني الجماعة بتوع الافتر احسن مني في الحتة دي، هتاخد بس اهم حاجة ترندر كل شوت او كل سين في الشوت ده لوحده، وبعدين هتعمل له امبورت داخل افتر. وان كنت بقى هتعمل ريندر باسز دي بقى الباشمهندس احمد هيتكلم فيها اكتر مني، بحيث ان انت تقدر تطلع في الاخر خالص وتركب كل شوت مع بعض. لان انا شايف ان في الانتقال بين السين والسين عن طريق فادين او فاد ان كده، يعني دي السين رقم واحد دخل على السين رقم اتنين. خد بالك الحاجات دي مهمة اوي، الحتة التريكات الصغيرة دي. السين رقم واحد دخل على السين رقم اتنين بكت كت اوت على طول، ده مع ده. انما السين اتنين دخل مع السين تلاتة بفاد، يبقى السين تلاتة دخل بفاد ان على السين تو. دي برضو هتراعيها في حتة عشان تطلع بأحسن نتيجة. كده يبقى الشوط الأول خلص، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة أو الجاية اللي هو أو الشوط 2، ونبدأ نشتغل بقى فيه على طول أسرع شوية من الشوط 1، لأن إحنا خلاص عرفنا الأساسيات بتاعة الحركة والتايم لاين والإف كيرفز. السلام عليكم.